السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه يا رب. اليوم جيت وجبت واحد الكلاص اللي هو اقتصادي، دغيا دغيا كيتحضر. المهم نتوما تبعوا معايا المقادير والطريقه. وقبل ما نمشيو نصاوبوا الكلاص، بغيت نشكركم بزاف بزاف. الى اول مره زرتي ولا شفتي هذا القناه، هذا اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، واعمل لايك وتنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. فهاد الكلاص غادي نحتاج علبه ديال الكلاص، الوزن ديالها 120 غرام. انا بالنسبه ليا هذه كافياني انا وعائلتي، كانت العائله كبيره تاخذوا جوج. عندي هنايا جوج معالق ديال كريم كراميل، ممكن انكم تعوضوه بدانيت كراميل. عندي هنا واحد علبه ديال الفلون ديال الفاني، عندي هنا دانون مسوس، نتوما ممكن ديروا دانون بنكهه ديال الفاني. وعندي هنا كاس كبير ديال الحليب، يكون بارد عاد خرجناه من الثلاجه، لا هو لا العلبه ديال الكلاص يكونوا باردين. من الاحسن لهادشي اللي نستعملو يكونوا كاملين في الثلاجه قبل ما تستعملوهم. وهذا نص سيترون نص ديالو. غادي ندير الكلاص ديالي واحد الاناء، غادي نضيف عليه الحليب، دابا ملي وقفت ليا هاد لاكريم يعني صافي عقدات. هانتوما شفتو هنايا، ممكن انكم تستعملوا لاموس اولا العلبه ديال الشانتيي، كلهم كيجيو زوينين، اولا حتى الكريمه السائله كلهم تيجيو زوينين. غير انا كنفضل الكلاص اولا لاموس، كتعجبني في الكلاص كتجي زوينه. صافي غادي نبدا نضيف الياغورت الطبيعي، ونضيف جوج معالق كبار ديال الكراميل، ونضيف الفلان. صافي ملي ضفت المكونات اللي هو الياغورت والكراميل والفلان، غادي نحركو مزيان حتى يتجانس لينا الخليط. صافي هو تجانس ليا الخليط، دابا غادي ننزلو نيشان في المول ديالي. انا هذا هو المول فاش غادي ندير الكلاص ديالي، هذا مول صغير، بغيت الكلاص باش يجيني عالي. انا غادي نغلفه بالميكا لحقاش ما بقاتليش بابي سولوفان، عندي ليه بلاستيك فاش كنديرو ديال الثلاجه باش فاش نبغي نزولو يجيني ساهل. بالنسبه للكلاص ممكن انكم تزيدوا عليه اللوز، الكركاع، فواكه الجافه كاملة زعما اللي كتحبوا. انا دابا ما عنديش سميتو، خليته هي هكا يعني بدون اضافات، نتوما اللي بغيتو تزيدو زيدو. انا صافي حطيت الكلاص ديالي، غادي ندخلو دابا الثلاجه، غادي نغطيه وندخلو الثلاجه ايبات واحد ليله كامله ان شاء الله يا ربي، حتى الغدا ان شاء الله، ونزولو بالمول ديالو ونزينوه ان شاء الله يا ربي، ونحطوه في طبق ديال التقديم. من بعد ما بات الكلاص في الثلاجه ليله كامله، غادي نحاول نزولو داكشي فاش كنديروا الميكا باش كيسهل علينا نزولوها.